وصل صوتك. نجوم موزايكا فام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكيوا على مسابقه دليس دناب المتوجه والفايزه هي عزيزه. مرحبا عزيزه. عايشك، الف مبروك. عايشك ميرسي. الف مبروك. المسابقه هذه المسابقه فنيه عملتها دناب باش تكتشف اصوات ومواهب. قبل كل شيء، كيف جات الفكره باش تشارك؟ بون، رينا البوبليسيتي سيغ فيسبوك. اي الوغ طلعت انا فيه وخنا شاركت انا والجروب نتاع جروب نوستالجا. انت تقرا؟ اي سناباك. سناباك ربي ينجحك. يعيشك ميرسي. قبل ما تاخذ الباك خديت الجائزه. دونك الموسيقى والقرايه نتاعك معناتها كيفاش عامله معاهم؟ والله نحاول اني نوفق بين الموسيقى والقرايه، معناتها بون من كي نبدا ما عنديش قرايه، معناها في اوقات الفراغ. بون، شو الجو نتاع الموسيقى اللي تغنيه؟ احكي لي بالضبط، معناتها شنو الموسيقى اللي تسمعها، شنو الموسيقى اللي تحبها، شنو الموسيقى اللي تغنيها؟ اكثر حاجه بلوز، جاز، غوسبل، مي كوم ما زي ما منعش اني نسمع لي جونغ الكل، روك، بوب، كل شيء. احكي لي عزيزه كيف مشيت للمسابقه، شنو اللي صار بالضبط؟ بون، اول حاجه بعثنا الفيديو للباج دناب. بعديك فما كل يوم معناها يختاروا هكاك، معناتها من لي فيديو هذوك يختاروا من اللي يعجبهم، يعاودوا يعيطوا لهم باش يعملوا شو في التياترو. كانت غاديك المسابقه، معناتها جاو جوري وكل شيء، عملنا الشو نتاعنا. اعطينا الجوري، معناتها شكون اللي كان؟ فما سيلم هاف، بنديرمان، مرام بن عزيزه، ودوتر بيرسون الحقيقه منعش اسمهم. وانت تعرفهم، تسمع لهم، تحبهم، خاطر موسيقتك وموسيقتهم مش كيف اي، مي سافا نسمع بهم، مي مش كلي نسمع لهم ديما. انا كي تكون فما اوكازيون نسمع. شربحت؟ ربحت الاغنيه، سجلناها مع سينما هاف وبنديرمان، والكليب. بالنسبه لك انت، من اللي ربحت الجائزه حياتك باش تتبدل ولا باش تبقى كيما العاده؟ معناتها هذيك مرحله وذكريات وتتعدى معناتها. ماهيش بيان سور، معناتها حاجه، معناتها بون كيف نفسر لك، يعني مرحله مهمه على الاخر، على خاطر يعني كليب وش تتعدى في لي ميديا وفي التلفزه، معناها العباد باش يعرفوك، و معناتها اكيد ما هيش باش تكون كان ذكريات وتتعدى، معناها حاجه باش تخلي بصمتها في حياتي، معناها اكسبيريونس حلوه على الاخر، وان شاء الله نكمل عالم النويل هذايا. عزيزه فنانه محترفه. اي ان شاء الله. ان شاء الله. دونك الاحتراف بدا من تو. اي بيان سور، بدا من تو. دونك عزيزه، قبل ما نخليك تسمعني نجنح ونطير. باهي بيان سور. يلا نسمعوا نجنح ونطير بصوت عزيزه، الاغنيه اللي ربحت من خلالها الجائزه، واللي هي كانت من خلال الاغنيه هذه، تلقاها فيديو كليب. تفضل عزيزه. جاو قالوا لي الوضع صعيب وحيه، وانت صغيرة واحلامك بعد، انا نعرف للنجاة من غير، وانت كيفي نفطن بيك صار معيب الوقت تشيح، نقف كل منطيح، مشاكل تطير بعيد تقول هذا الريح، مانيش من نوع اللي يعرف ثنيته مليح، اما نحب نتعلم نتكلم ونعيش، وين جناح ونطير، وين جناح ونطير، وين جناح ونطير، وين جناح صحة. برافو
عزيزة بالتوفيق ليك، وأحفظ مليح الاسم هذا يا عزيزة، أكيد في المستقبل باش يكون عنده نجاح كبير. عزيزة دونك كبش وشد شد صحيح في الفن، بعد الباك باش تعمل موسيقى ولا باش تعمل حاجة أخرى؟ موسيقى، برافو عليك. دونك عزيزة دونك هي المتوجة بالجائزة اللي سمعتوها، الغنية هي نجنح وندير، تلقاوها الغنية في الإذاعات وكيف كيف الفيديو كليب تلقاوه موجود في التلفاز وعلى فيسبوك.